فالحمد لله انها جت على كده. قول لي اخبار ساره ايه؟ ساره كويس؟ عرفتش هي ليه ما كانتش بترد على تليفوناتي؟ فعلا لا ما عرفتش لا ما عرفتش ازاي يعني؟ ما عرفش يا اخي. الله، وفي ايه؟ انت بتسالني انا؟ ابقى اسالها هي لما يمشوا. لما يمشوا؟ هم مين دول اللي يمشوا؟ هم مين دول ايه؟ هو انا قلت لما يمشوا؟ قلت. انت ودانك اتسدت من تراب السفر. ليه وانا جاي على جمل؟ بقول لك ايه؟ انت هتاخد لك دش حلو كده على بال ما احضر لك العشاء. بابا ايه تاني؟ انت مخبي عني ومش عايز نعرفه. شرفت وغنيت. تسلمي. بعد اذنك يا طلعت، بكره اعدي على ساره واخدها عشان نجيب الشبكه ان شاء الله. عيسى، ايه ده؟ عيسى، الحمد لله على السلامه. انت خدت اجازه من سفاجه ولسه راجع؟ وانت بقى ايه اللي جايبك هنا؟ هو باباك ما قالكش؟ ده قابلنا احنا طالعين، فقلت اكيد يعني هيقول لك. يقول لي ايه؟ بعدين يا ابني نبقى نكمل كلام. وما نتكلمش دلوقتي ليه؟ لا ممكن نتكلم عادي. بارك لي بقى يا عيسى، عشان انا كنت موجود النهارده وبقرا فتحه ساره. انت بتقول ايه؟ خالتي، الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ كل شيء اسمه نصيب يا ابني. نصيب ايه؟ سارة دي خطيبتي. انت عارف ان سارة عمرها ما كانت خطيبتك. سارة؟ عيب بقى. تفتكر يعني ينفع تخش كده على خطيبتي وانا واقف؟ انت عايز مننا ايه؟ انت تاخد بعضك وما اشوفش وشك هنا تاني. يا ابني اللي خرجك دلوقتي بس تسهل. اوعى نسيب لي. اسمع كلام باباك وخليك جنت. تفتكر يعني هسيبك تخش كده على خطيبتي؟ خلاص خلاص يا جماعه، مش كده. في ايه؟ في ايه؟ قال لك يا عيسى خليك جنتلمان. خلاص يا استاذ ياسر، حضرتك اتفضل مع ماما تحت وانا ههدي. عن اذنكم. يلا. ليه؟ عشان الدنيا اللي حلفت تحرمنا من بعض. انهي دنيا؟ اللي عشنا طول عمرنا نحلم بيها؟ لا، الدنيا التانية اللي ما ادتناش فرصة نحلم بأي حاجة. مش هنستنى حد يدينا الفرصة، احنا اللي هنعملها لنفسنا. مش ده كلامك من واحنا في ثانوي؟ كنت صغيرة، كنتش فاهمة ان الفقر هيفضل لاوي دراعنا وكاتم على نفسنا وشايل ايدينا. ومعرفتيش ان احنا فقراء غير لما شفتي فلوس ياسر؟ من زمان قوي عايزة وانا بغرق وبعافر، بس خلاص ما بقتش قادرة افضل ماسكة في ايديك واغرقك معايا. وديكي مسكتي في ايدي ياسر وفلوسه. لو كنت ناوي ابيعك بالفلوس كنت خدت المليون جنيه بتوع مها وبرضه رحت لياسر، او كنت وافقت عليه اول مره طلبني فيها. وايه اللي خلاكي استنيتي لغايه دلوقتي؟ كان عندي امل استغنى عنه، كان عندي امل احنا الاثنين نلاقي شغل ونسدد ديوننا ونتجوز. كل مرة الدنيا كانت بتضربنا على دماغنا ضربة أقوى من اللي قبلها. حسيت فجأة إني مملكش أي حاجة في الدنيا غير حب ياسر لي. وحبي أنا. وفروا واحدة تانية تقدر ترحمك من الذل اللي شفناه سوا. عايزاني ابيع نفسي بالفلوس انا كمان؟ بالعكس بالعكس يا عيسى، انت كده هتشتريها.
وليه اديتيني نص الدلاية وانا مسافر؟ عشان كان عندي امل استناك لما ترجع. وما قدرتيش تستني؟ يمكن مع الوقت تفهم اني عملت ده علشان احنا الاثنين. عملت ده عشانك انت لوحدك. عمرك ما ظلمتني وانا معاك يا عيسى. ما تظلمنيش وانت سايبني. انت اللي سبتيني. محدش في الدنيا دي ظلمني قدك. انا مش هطلب انك تفضل تحبني. بس عشان خاطري. ما تكرهنيش. بلاش قلنا بتحسسيني انك لسه بتحبيني. عشان كده هتبقي خونتي وخونتيني. انا اتشجع واجيلك. كنت متاكده انك جاي، بس بصراحه ما كنتش عارفه امتى. احنا ما بنعرفش نتكلم في الشركه. طبعا رانيا صلاح حاطه لنا كاميرات في كل مكان، ولما بتدخلي اكيد بتسالك كنت بتقول لها ايه اول ما تخرج. مش عشان رانيا، احنا ما عندناش كلام نقوله في الشغل. طب ومين اللي قال لك ان انا مستنيه اكلمك في الشغل؟ انا بابا عايزه اقول لك اي حاجه أو أسمعك وأنت بتقول أي حاجة. المهم أبقى باصة في عينيك زي زمان. ده اللي جابني دلوقتي. أنت قاعدة في الشركة علشاني. مش هقدر أقول لك لأ. أنا عرفت من رانيا إنها عرضت عليكي 10 مليون عشان تمشي. وأنا أقنعتها إن هي تزود 2 مليون كمان. هو انت جاي دلوقتي تقول لي كده؟ من مصلحتنا كلنا ان الصفقه دي تتم. طب رانيا وعايزه تستفرد بيك، انما انت بقى ايه مصلحتك؟ ولا انت بقيت تسمع كلامها وخلاص؟ وجودك في الشركه مش هيغير حاجه. انا عارف انت بتفكري ازاي كويس. بقى عندك فرصه تاخدي كل اللي انت عايزاه، الحب والفلوس. قلت لي زمان ان مفيش حب مع الفقر. هو الفقر راح والحب لسه موجود. هو انا بس اللي ما كنتش حاسه بطعم الحب وهو متغمس بالفقر؟ حب ايه يا عيسى اللي كان هيفضل لنا لو صحينا يوم الصبح ما لقيناش ناكل ولا نشرب؟ وحب ايه اللي كان هيفضل لنا بعد ما سبتيني ورحت اتجوزت واحد تاني وشفتيني وانا بموت نفسي علشانك؟ انا اللي قلت لياسر يتبرع لك بدمه علشان ينقذ حياتك. لولاي انا ما كانش عمل كده. يعني المفروض دلوقتي انا مديون لك بحياتي. تصدق ولا ما تصدقش ما يهمنيش، بس هو ده اللي حصل. ومش ندمان عليه. لو مت كنت هموت وراك. وفات اتجوز راجل غيرك بس عشان تفضل عايش. تتجوزيه وانت لسه بتحبيني؟ معرفش كنت هحس بايه ولا هفكر ازاي، بس الحمد لله. الحمد لله ان ربنا ما حطنيش في الوضع ده. انت بتحمدي ربنا ان جوزك مات؟ احمد ربنا انه مات قبل ما يلمسني. عشان ما يحرمنيش منك بقيت عمري. ربنا مش هيكافئك عشان غدرتي بيه بعد كل الحب اللي انا حبيتهولك، ورحت اتجوزت ياسر وانت ما بتحبهوش. ومش ممكن اكون انا المكافأة دي. انت مش مكافأة لسه هاخدها. انت نصيب اللي ربنا كتبهولي من يوم ما اتولدت. مش هتقدري تضحكي على نفسك اكتر من كده. انت اللي مش هتقدر تكرهني. ما انتش جاي تقولي سيب الشركة عشان راني عايزة كده. انت خايف افضل جنبك وتضعف قدامي. نسيت ان حبي ليك طول عمره هو اللي مقويك. حتى لو قدرت تعند معايا وتبعد عني برضه مش هتقدر تحبها يا عيني.